التفكير في تجاوز الاختلالات والنواقص التي اعتادت الحكومات في بصفه عامه. من هذا المنطلق جاء قانون 66/12 المتعلق بمراقبه وزجر المخالفات في البناء. هذا القانون اتى بمقتضيات جديده تغير وتتلم وتنسخ بعض المقتضيات قانون 92 تعلق بالتحرير والقانون 25/90 تعلق بتوسيع العمارات والتوسيعات وكذا الطاهره المتعلقه بتوسيع العمارات بالعالم القاري. هذا القانون كما هو يعرف الجميع اتى بمستجدات اهمها الفصل الذي منظومه للترخيص وكذا منظومه للمراقبه والزجر. والمقتضيات فيها ما يسري حاليا وفيها ما ينتظر صدور نصوص ضمنيه. اهم المستجدات كذلك الالتزام بانزال رخص الشواهد للسلطه الاداريه وكذا الوكاله الحضريه. المستجدات ايضا ضروره انزال الشواهد للوكاله الحضرية وتنظيم الورش كذلك اعطى التزامات استدعاء المهندسين المعماريين والمهندسين المختصين قسم الساحل الطبوغرافيين. ومستشفى اخر مهم هو تقليل عمليه حيث اعطاها مقتضيات جديده ويصدر فيها قانون مريضي وتم احداث اللجنه الاقليميه المكلفه بها. يعني هذه بصفه عامه غير بعض المستجدات. هذه الدورة الثانية وكانت هناك دورة في أبريل الماضي وتم خرج عنها روسيا يعني بتنظيم دورة ثانية أحد من دورة ثانية. وقبلها كان هناك في الدور الماضي واحد لقاء حول تنظيم الحوا الدولية الجزائرية المشتركة بين وزارة الداخلية وكذا وزارة التراب الوطني والتعليم كان وسياسه محركه فاتحه مش في الماضي. وكنا نعرف واحد في المعهد وعلى تنظيم الدوائر الدوليه نعلم ان هذا القانون الجديد سينص هذه الدوره هذه الاستاذ سعيد الخضري لقاء يمكن بسم الله ما شاء الله الرحمن الرحيم. تفضل استاذ خضري.